حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد ولعن أعداءهم من اليوم إلى يوم الدين. معكم سماحة الشيخ الحبيب ليلاقنكم الشهادة إن شاء الله. تفضل سماحة الشيخ. بارك الله بك أخانا الكريم. بارك الله فيكم سيدي. مستعدون إن شاء الله لشهادة الإسلام بإذن الله. إن شاء الله. قل على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين. حجج الله. حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر. من أبي بكر وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءه. الحمد لله. ثبتك الله ورحمك وبارك بك وأنزل عليك السكينة ورزقك وإيانا الجنة بشفاعة نبينا الأعظم وآله الطاهرين صلوات الله عليه. بوركت يا أخي، هنيئا لك. سلامي لكم جميعا. سلامي لك أيها الشيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله. وفقك الله وجعلك منارة للحق. جزاك الله خيرا. منذ فترة طويلة وأنا أبحث في هذا المجال بحثا عن الحق وأهله، ولكني والحمد لله قبل أشهر قليلة ومنذ تابعتك أيها الشيخ اتضحت لي أشياء كثيرة. نعم، وهو بارك الله فيك، لديك أسلوب رهيب لا أجده لدى الكثير ممن تابعتهم واستمعت إليهم، فهذا يدل على أنك صادق النية، دليل على أنك تحب الحقيقة وتظهرها على كل الناس من غير خوف أو أي شيء. ويعلم الله نحن هنا في بلدنا يعني البكرية نعاني منها بشكل كبير، فلا نستطيع أن نبوح بأي شيء من ما يجول في عقولنا وفي الحقيقة التي عرفناها. فكما تعرفون وضع اليمن يعني بشكل رهيب جدا، يعني طفقت عليها البكرية وبالذات الوهابية. كان هناك قليل من الزيدية إلا أنها الآن بدأت تعود. وأنا لا أطيل عليك سيدي، أطلب منك الدعاء بأن الله يوفقني إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أدعو لكم هذه الليلة إن شاء الله. بوركت يا أخي الكريم، هنيئا لك. وصيتي لك وهذا بإذن الله يعني يكون توفيق لي في هذه الليلة، تكون ليلة القدر بإذن الله.
إلهي أمين إن شاء الله تعالى بوركت. أطلب منك الدعاء والدعاء وصيتك دائما إن شاء الله. إن شاء الله بوركت يا أخي الكريم بوركت. هنيئا لك أخي رفيق. هنيئا لك ركوبك سفينة النجاة. أخي رفيق فقط للمشاهد أعطنا نبذة عن بداية بحثك عن الحقيقة، أين استقيت الحقيقة وما هي نقطة الارتكاز للبحث؟ طبعا أخواني أنا بدأت أستمع لي هنا حديث وهناك حديث وهنا يعني أشياء في تقدح في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نزهه الله ويعني وهو أفضل الخلق على الإطلاق، لا هناك لا يوجد هناك أفضل منه أبدا. فبدأت أستمع إلى أحاديث تردد مثل حديث البول قائما ومثل يعني حديث الصوم يعني وكيف يتعامل مع نسائه في الصوم. فبدأت أبحث في هذا الشيء وأتحقق منه والحمد لله اتضحت لي بعض الأمور، إلا أن كان هناك بعض الأمور غامضة بالنسبة للتأريخ طبعا. أما بالنسبة للأحاديث فأنا أنزه النبي ولا أؤمن بحديث يقدح في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ومنزه أفضل الخلق على الإطلاق، لا يمكن أن نقدح في شيء بحقه. فبدأت أقرأ من كل الكتب، أقرأ من الاتجاهين، أقرأ من اتجاه الشيعة ومن اتجاه البكرية. فبدأت تتضح لي الحقيقة شيئا فشيئا حتى ظهرت هذه القناة التي أسأل الله أن يجعلها منارة للحق وشيخها. جزاكم الله خيرا بوركت. فبدأت أستمع إليه ولبحوثه العلمية، بصراحة أذهلني بأسلوبه، هذا الأسلوب لم أجده، لأني كنت أستمع إلى قنوات أخرى من قنوات الشيعة في العراق، وأعتقد هناك قناة في أمريكا اسمها قناة أهل البيت، كنت بدأت أستمع إليها وأدقق فيما يقول وأبحث في الكتب، هل هذه الأحاديث هي حقيقة أم لا، هل ما يقوله هذا الشيخ على الشاشة هل هي الأحاديث صحيحة أو لا. فبدأت أدرك أن كل ما يقال حقيقة، لكن عندما شاهدت قناتكم واستمعت للشيخ انكشفت لي الحقيقة بشكل أكبر مما توقعت، لأن سبحان الله أسلوبه وشكله مقبول نوراني هذا وهذا، وإنما يدل على نور البصيرة وقبوله عند الله، وأسأل الله أن يتقبلنا جميعا بإذنه عز وجل. جزاكم الله خير الجزاء لك. هنيئا لك أخي رفيق، وإن شاء الله تكون رفيقنا في الجنة إن شاء الله، وعليك بالعمل الصالح إن شاء الله. طبعا عندي معلومة أريد أن أسأل الشيخ، بس عندي هناك تفضل أخي. أنا من فترة يعني من قبل أشهر قليلة تركت طبعا صلاة الجماعة في الجامع، لأن اعتقادي هنا لأن الصلاة وراء البكرية باطلة. هذا ما استقر في نفسي وما استمعته منكم. فأصلي بصلاة الشيعة، أتوضأ بوضوء الشيعة، فهل هذا الشيء الذي أنا عليه الآن استمر عليه، ومن هو المرجعية الذي أقدر أن أعود إليه وأقرأ من كتبه، ومن وماذا أفعل في المرحلة القادمة؟ نعم إن شاء الله أخي الكريم إن شاء الله أجيبك بإذنه تعالى. أفعل مرحلة الغادرة. أحسنت أخي رفيق بارك الله فيك، وأنت إن شاء الله أخي وزميلنا طبعا بالفيسبوك، هذه المعرفة صارت عن طريق الفيسبوك، إن شاء الله إحنا نتواصل معك ونحاول نزودك ببعض المصادر إن شاء الله. مشكور أخوي رفيق حبيبي. شكرا لك.
حياك الله وعينك بالجنة إن شاء الله. أهلا وسهلا رفيقا لمحمد وآله. قبل شيخنا ما تجاوب على أسئلة الأخ رفيق يا ليت ناخذ محمد من الرياض أول حتى لا ينتظر على الخط. محمد من الرياض السلام عليكم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا بس ملاحظة أنا بخصوص يعني الحكم بالجنة والنار. نعم. على الأشخاص الذين يعني ما حكم عليهم الله ورسوله بصفة مباشرة. نعم. لأنه قد يكون مثلا أنا يعني مثلا أنا شخص أنا محمد من الرياض يعني ممكن أنطق كلمة كفرية لكن الله سبحانه وتعالى يختم لي بالخير. ما يستطيع أحد يقول إنه والله محمد من الرياض معلق على رجليه في النار. نعم. فهذه صعب جدا صعب جدا إنه يعني الحكم بالجنة والنار. نعم. إلا لمن حكم الله لهم يعني أو عليهم.